الكلام ده. تنين الأسرة من عيون بيروت لليوم متابعين بكل فقراتنا ومحطاتنا الدورية وعلى المسرح الحكمة وب13 أذار المقبل مسرحية جديدة كوميدية تحت عنوان بالعيادة. العمل يحمل توقيع المخرج سام خوري وهو من تمثيل سابين الترس، هادي حاتم، ربيع المعوشي، نجاة طافش، جوال حجار، نغم الشقير وجوزيف العلم. معنا اليوم المخرج سام خوري ومن الممثلين البطلة سابين الترس وجوال حجار، وأيضا جوال هي مساعدة مخرج، رح يكونوا معنا بتياترو بيروت. أهلا وسهلا فيكم بعيون بيروت. سام يعني متوسط صبيتين حلوين. بدنا نقول يمكن على يمينك في جوال وعلى شمالك سابين. أهلا وسهلا فيكم. البداية يعني نتعرف عليك أكثر، نتعرف عليكم أكثر. سام خوري، شو رصيدك بالأعمال؟ الشغلة قبل في اسمين من ذكروا، نبيل معتوق وحنا الخوري. أكيد هلأ بنحكي على الكاست يعني مفصل أكثر. إذا بدنا نتعرف أكثر عنك سام، رصيدك بالأعمال بالمسرحيات أو يعني بالأعمال بالإجمال. أوكي، أنا ببداياتي كنت تخرجت من مدرسة الحكمة، كنت عامل ماتلان أس جيسون جنرال، جات بعدين درست كمبيوتر انجينيرينج. بال2010 شفت اعلان عن برنامج استوديو الفن، كانوا عم بيقولوا اذا بتقول شعر قدمت. انا بكتب شعر، قدمت وصلت للفينال، تخرجت من استوديو الفن. من بعدها من بعد هالبرنامج خلص ما عاد دراسه، يعني تفكيري ما عاد متوجه للجامعه، صار متوجه للكتابه وبعدين للمسرح وبعدين للموسيقى. حاليا عم بدرس آلة العود والموسيقى العربية على يد الأستاذ جورج وفايل، وعندي هالعمل هلا بعد مشاركتي بكذا مسرحية. نحكي عن هالعمل أكثر. إذا صبايا كمان نتعرف عليك، سامين وأيضا جوال، منبلش مع جوال لأنه جوال أنت حضرتك بطلة المسرحية. مش البطلة بس من الشخصيات الأساسية. أكيد. أوكي. أنا خريجة الجامعة اللبنانية كلية الفنون مسرح، وحبيت ساعد سام بهالعمل لأنه كنت وعدته من 3 سنين أول ما خبرني إنه بده يعمل عمل، بده يعمل مسرحية. قلت له أكيد أنا بوقف حدك وبشجعك، لأنه إذا نحن ما شجعنا بعض مين بده يشجعنا؟ فدق قال لي جوال عندي مسرحية، بديك تكوني معي. قلت له أكيد أنا معك وحدك. وصلنا لهون ان شاء الله يعني بالتوفيق بهالمسرحيه الجديده. سابين، بالنسبه لك هيك وجهك كثير مألوف، يعني اللي بيشوفك شوي على الكاميرا فكر انه بيعرفك. مظبوط، دائما بيقولوا لي هيدي الجمله. انا كمان عم بشتغل معهم بالمسرحيه. اجمالا انا اول تجربه لي هي المسرح مع المخرج سام، بس اجمالا انا بمثل على التي في سو كمسرح. هذا اول عمل. شو بطولات اخذتيها هيك بمسلسلات؟ مش بطولات، دعنا وصلنا للبطوله. امل ان شاء الله. بس اجمالا دعايات كثير مثلت فيها، ومسلسل كمان مش من فتره خلصنا تمثيله. واجمالا يعني انا كل طموحي هو التمثيل بالاجمال، فلهالسبب كثير كنت حابه اني اشارك معه لسام. و دور واكيد يعني خشبت المسرح الى رحله لك انتم كممثلين غير التلفزيون وغير طبعاً. السينما بحد ذاتها يعني ما في ممثل غير ما بحب يوقف على خشبه المسرح. سام، اذا بدنا نحكي شوي عن المسرحيه بالعياده، هل هي اسم على مسمى؟ يعني شو عاده بيحصل بالعياده وعياده اي نوع طبيب، اي نوع دكتور، شو الوضع؟ خبرنا عنها. هي اسم على مسمى، عم بتدور احداث المسرحيه بالعياده. هلا شو هي العيادة؟ أنا بفضل ما أذكر شو هي العيادة. أنا أكيد يعني عيادة الجنين مثلا مش غلط إنه قد ما في، بس الفكرة إنه رح ينعكس شخصيات من المجتمع بهيدي العيادة. في كذا مساج حبيت أنا مرقهم، والكوميديا طاغية على المسرحية مع بعض مشاهد درامية. طبيب العيادة مين عم بيلعب دوره؟ طبيب العيادة شو بنقول؟ دكتورة فرح سابين. سابين سابين اسمها بالمسرحية الدكتورة فرح.
دكتورة كيف الوضع بهالعيادة؟ خبريني يعني أنت بتعرفيها أكثر بما أنه يعني بصراحة شوفي الوضع بلبنان بتعرفي الوضع تحديدا بالعيادة. الموضوع بالمسرحية عم نوصل لشخصيات من المجتمع ما أنه شيء غريب عن الواقع أبدا، هيدا الواقع اللي عم بيكون، وعم نجرب نوصلها بطريقة طريفة مهضومة تقدر العالم تفهمها أكثر وتوصل ليوصل المساج اللي بدنا نوصله. هيدا هو المبدأ. جوال دورك بالمسرحية شو راح يكون؟ إحدى المرضى البيشنتس أو لا أنا مني لا مريضة ولا شيء، أنا مرته لسكرتير سكرتير دكتورة فرح، فأنا أكون مرته مش حي الله يعني مش حي الله بس مش حي الله أنا مرة إنه هيك يعني إنه حسيتك من تعبيرك إنه مش حي الله مرة إنه مرة جوال الله يعينه إذا هيك من هلا نبلش الله يعينه نزرق شو سام مثلا مين يمكن الجمهور المستهدفينه من وراء هالمسرحية خاصة إنه عم تحكي إنها كوميدية؟ هل هو جمهور شباب، جمهور ما بعرف يمكن كتير بيحضر مسرح أو الاثنين يعني الشباب وحتى اللي رواد من كل الأمر بس مش أطفال يعني مش تحت ال 13 سنة أو 12 سنة يعني يمكن أشياء ما يفهموها، في أشياء يمكن بنبسطوا فيها بس في أشياء معينة ما راح يفهموها. ودخلنا شيء بالمسرحية إن المسرح العبسي طلعنا بفكرة بشخصية، دخلنا شخصية عبسية مع شخصية حقيقية بالمجتمع، يعني لعبنا شوي بالعبسي والرياليست مثل ما بقوله. شو قصدك بالعبسي يعني؟ يعني شيء لك العبسي هو ما فيه شيء منطقي، ممكن حاطين شخصية موجودة بالمجتمع بس ما بشوفيها هيك بتتصرف بالمجتمع، يعني بتتصرف بطريقة منها منطقية بس هي في منها الحالة اللي عم بعيشها وصلته تيسير يعني مثل ما هاي العبسي. سابين حكيت انه هي كوميدية وحسيتك انت عندك شوي من هالروح المرحة يعني بالكوميديا، قدي صعب انه فعلا على المسرح تمثلي كوميديا؟ لانه يعني الضحك العالم شيء كتير صعب بس تزعليهم وتبكيهم اهين بكتير. هلا اجمالا الكوميديا شوي صعب علي كوني انا شخصيتي اكثر جديه من ان اكون بالكوميديا، بس شيء حلو بهذا الدور انك تكوني انت مقتنعه فيه للدور تقدري توصلي للعالم، وخصوصا لما بتكوني يعني كل اللي عم تجربي تعمليه انك تخفف شوي عن العالم، تنسيها شوي شو بيصير باليوميات او شو عندها هم العالم، سو بصيروا يطلعوا معك يمكن لا شعوريا بلا ما انت تكوني عم تمثليهم، وهذا الاهم انه دائما كل شيء بدنا نمثله هو ما يكون تمثيل اكثر ما هو يكون واقع. صح، فدائما بس تكوني بالواقع بتصير توصل الاشياء، بتقدر تضحكي اكثر ما انك تكوني عم تمثلي، يعني تحكي القصص الواقعيه اللي عم بتصير بالمجتمع اللبناني او العربي ككل، بتصير تضحك منها لحالها. سام كتابه النص اذا بدنا نحكي شوي عنه، هو من كتابتك؟ صح، ويعني قد ايه عدلته يمكن لتوصلوا للنص النهائي؟ مبدئيا كان جاهز النص وقت نقيت الشخصيات، كان جاهز النص، في شخصيه واحده زدت على النص، اجى شخص على الكاستينج وعجبني كاركتيره فوت شيء على كاركتيره تغرب بنفس النهار، طلعت معي الفكرة عشية، رجع دقيت له تاني النهار قلت له خلص أنا بدي إياك معي بفريق العمل، وعملت هيدا التعديل وصار تعديل بالنص. كان في صبية عم تمثل معنا، كانت هي سكرتير رتا للدكتورة فرح، بس صار عندها حالة وفاة بعائلتها اضطرت تترك أكيد. ساعات عملت تعديل صار في سكرتير وصار في شغل مرتو. مرتو التعديل اللي صار يعني. حضرتك أكيد المخرج كاتب الناس، وما بعرف إذا عم في شيء تالت كمان عم كلمات وألحان الأغاني، يعني كيف قادر تحمل كل هالزودات الثلاثة مع بعضهم؟ هالحمل كبير عليك. لوحدة كان مش كبير علي، كتير كبير علي، بس معي جوال ومعي صابين، معي هادي، معي ربيع، معي كل الفريق يعني لو ما هو كان معي الفريق العمل ما كنا هلا يمكن موجودين معك. اكيد انا بشكرهم كلهم، بشكر كل فريق العمل، بشكر توني بيلوني اللي وزعنا التوزيع الموسيقي، بشكر بيير التوم اللي على هندسه الصوت وهندسه الاضاءه، وكل شخص شارك معنا بنجاح العمل. بالحديث عن التوزيع الموسيقي وبالحديث عن الاغاني، يعني عندك افتتاحيه بالمسرحيه والختام، خبرنا عن هالغنيتين بالتحديد. هو في ثلاث اغاني، في غنية المسرحية الأساسية
يلي هي شو اسمها؟ عنوانها بالعيادة. أوكي. يعني غنية اسمها بالعيادة، وفي غنية بصوت هادي حاتم. هادي حاتم بيكون خيو لموري حاتم، موري حاتم اللي ساعدنا بالرقصة، كان عنا رقصة بالمسرحية وساعدنا ببعض النقاط ببعض المشاهد، بشكره وبوجه له تحية. هادي مغنى غنيتين بصوته، وتالت غنية نحن هادي وأنا وربيع غنيناها يلي هي عن شخصية بالمسرحية. رح نسمع أحد الأغنيات بهذا العمل هيك. أوكي. المشاهدين بياخذوا فكرة أكثر عن هالمسرحية بالتحديد والأغاني فيها. جدلوا بلهجة سجارة وصفوا من عجية، جد المال ومن الكبار ومعصم هالقضية. مبين الهجوبات الأشخاص وشوفات وبيتر بوشوف زي التمرية تدري. يعني شفنا هيك بعض اللقطات ويمكن الاعلان للمسرحيه بحد ذاتها، بتحسها شوي مثل ستاند اب كوميدي شوي هالستيل يعني عاملينها؟ او ستاند اب كوميدي بيكون مشاهد معينه، ما في انه عقده وعم تنحل بالاخر. هي مسرحيه في عقده وعم تنحل بالاخر. عم نشوف هون افيش المسرحيه، الكاركترز الموجودين، الشخصيات. اذا بدنا نحكي عن كل شخصيه بالتحديد، كل شخصيه منبلش كم شخصية أول شيء هن على أنا كلنا عشرة، معي أنا عشرة. عشرة كتير يا شبيك إنه يعني تسع مرضى ودكتورة. عندك تسع مرضى ودكتورة؟ لا لا، في شخصيات مش مرضى. مش في أربع مرضى، خمسة. طيب شوي المرادة، بما أنه هيك حسيتك شوي أنه مرته القوية، فيمكن أنت بتعرفي بكل مريضة. عندها فكرة عامة، عندك فكرة عامة. إذا بدنا نحكي عن كل مريض شخصيته شو؟ كل مريض هو منشوفه عن جد بالمجتمع قدامنا، بيحكي عنده، كل واحدة عنده مشكلة أو عنده مشكلة، مأوفرينا شوي للمشكلة بطريقة كوميدية تتبين العالم، يمكن مثل ما بتقول المضحك المبكي، يعني مشكلته بتبكي بس نحن حاطينها بطريقة إنه بنضحك عليها، بس من جواتنا إنه مشكلة هاي. هلا انا كمساعدة المخرج، الشخصيات اشتغلت عليهم اكثر بتفاصيل، يفهموا الشخصيه شو هي، يفهموا ليش عم بيقولوا هلا هيك، ليش عم يمشوا هيك، ليه عم يتحركوا هيك، لانه ما فيك تكوني على المسرح وعم تحكي شيء ما له معنى او ما في مبرر له. فالشخصيات يعني شغالين عليهم كثير 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 منيح، اخذين وقت فيهم يعني. سابين هون حضرتك كونك يعني دكتورة فرح، يعني انت اللي عم بتعالجي كل هالمرضى، شو المرضى اللي موجودين اربع او خمس مرضى، شو هن من شو بيعانوا؟ اوكي، كل حدا عنده حالة. طبعا في حالة اللي هو الروتين، عنده مشكلة مع الروتين بشغله، وعنده أزمة مع مدامته بالبيت، فروتين بالشغل وروتين بالبيت ومش متفق لا مع شغله ولا مع مدامته، سو هيدا حالة منهم. الحالة الثانية هي اللي كانت عم تحكي عنها جوال، هي حالة شو اسمها؟ العبسية. العبسية. حالة العبسية اللي هو ما فيك تتواصلي معه، ما فيك تفهمي شو بده، ما بتقدر كتير تشتغلي على انك تحليله هالمشكلة اللي عنده اياها، ومثل ما بيجي مثل ما بيروح، فهيدي حالة كمان اللي هي موجودة بالمجتمع، ما فيك تفهمي عليها، ما فيك تعافيلها. في عنا حالة اللي هي نغم. اللي هي البنت المغنجة كتير، اللي هي مثل دايما البنات بعمر معين مشغلة صغيرة، قطعنا فيها طبعا الحياة، الله شي بالدبريس، ممكن تصدق أي شي بينقل لها، ممكن تجار مع شباب. نغم بهذا الدور يعني هي عمرها بعمر المراهقة. أوكي. سو بهذا العمر البنت ممكن تصدق أي شي، ممكن تصدق أي شاب، تنغرم دغري، شو ما بيقول لك، بعد رقيقة يعني، بعد ما صح ما أثر بالحياة كثير 100%، ما عندها بعد هالتجربة أو هالخبرة، فهذا كمان كاركتر كمان موجود بالمجتمع. والكاركتر الأخراني؟ سيتين كاركتر يا صديقي، أهم كاركتر عندنا. لا يا عمي، كاركتر كاركتره مهضوم كتير، بيخبرني عن حالي هو بيعرفها من حدا بده يتشبه فيها لهالحالة. هلا ما رح نحكي تفاصيل عنها، بنخليها سيرتيز كمان، بس بيجرب يتشبه فيها لهالحالة وتقدر يوصل لي اياها. كمان عندي صعوبة اسمعه لانه بيحكي بطريقة سريعة ما فيك تفهمه ولا كلمة.
الله يساعدك لكن ما بحس بك انك تكوني الدكتوره بهيك عياده بس بتعرفي الامراض اللي منقينا امراض مهضومه يعني ومن الواقع على حياته كل يوم بيقطعوا فيها هذا شيء مقصود اصابنا هيك شيء بصير يعني بعد عنا مقطع هيك من أغنية تانية بركي هيك منسمعها ومنشوف هيك شوية صور يمكن بدنا نشوف المسرحية بأي مسرح عم تعرض وأي أيامات والدات طبعا أول عرض هيكون ب مسرح مدرسة الحكمة الجديدة ب 13 الشهر بيكون نهار جمعة الساعة 8 عشية هيدا حيكون أول عرض في يمكن نعرض بزحلة بعدنا عم نشوف المسرح عم نتأكد منه يمكن نعرض بالشمال ويمكن نعرض بالحمراء هو اللي بيتأكدوا بأسرع وقت البطاقات موجودة بمكتبة حليم الدورة نعم شو سعر البطاقة؟ 20,000 ليرة أوكي. هو عن نهار واحد لكن قلنا ب 13 أذار رح يكون على مسرح الحكمة بجديدة صح أوكي. وفي التفاوضات لغير مسارح يعني أكيد بقلوا رضات منحددون بس أنا حبيت أعمل عرض أول نحن نختبر حالنا ونجرب حالنا بدنا نقول لكم جود لك سام كوري مخرج المسرحيه بالعياده وايضا سابين الترس وايضا جوال حشار اهلا وسهلا فيكم بعيون بيروت وبالتوفيق ان شاء الله بهالمسرحيه اللي عم تجربوا تعملوها مسرحيه شبابيه ونتمنى وجودكم اكيد اكيد اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بعد الاعلان ضلكم عم بتتابعونا مع موني فردوس وزميله تمار رح تحاورها مديره 21 مشروع 21 closing techniques that works